ورحمة الله وبركاته. طلابي كتاكيتي الحلوين، طلاب الصف الثاني الابتدائي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب دايما نكون كلنا في خير في احسن حال. النهارده بقى بمشيئة الله تعالى نختم مع بعض اخر درس في منهجنا، درس سهل جدا وبسيط جدا، وهو نموذج كتابة الدعوة. خلوني الاول قبل ما اخش في الدرس بتاعي، خلوني الاول افهم يعني ايه نموذج لكتابة الدعوة. دلوقتي مثلا لو احنا عندنا فرح في العيلة، لو احنا مثلا عندنا عيد ميلاد واحده صاحبتنا، لو احنا عندنا مثلا حفله التخرج بتاعنا لما تخلص الدراسه بتاعتنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وننجح كلنا على خير بالتوفيق للجميع يا رب. طيب الدعوه بتاعتي دي، لو انا عايزه ادعي حد ان هو يجي يحضر الحفله بتاعتي دي او الزياره عموما اللي انا عايزه اعملها، اصمم نموذج الدعوه ده ازاي يا قطايتي؟ خليني الاول افهم، هل انا هجيب ورقه كده واكتب فيها انا بدعوكم تيجوا، ولا هي ليها شكل معين لازم امشي بيه؟ يلا بينا نشوف الشكل بتاعي في كتابة الدعوة عامل ازاي. الدعوة بتاعتي يا ولاد لازم يكون ليها مقدمة تفتتحي لي بيها الدعوة اللي انت عايزاها. اقول لك مثلا ايه؟ يسرني ان انا ادعي صاحبتي ان انت تيجي عيد ميلادي. لازم الاول اقول لك المقدمة اللي ليها علاقة بالموضوع بتاعي. تاني نقطة وهي الأهم، لازم تعرفيني الزمان والمكان بتاع الدعوة بتاعك. الدعوة بتاعتك الساعة كام؟ الدعوه بتاعتك مكانها فين؟ ولا انا كده هصحى من النوم صاحبتي تقرر احنا عندنا دعوه النهارده يلا ننزل دعوه، واحنا مش عارفين الدعوه احنا رايحين فين؟ لازم اكون محدده الدعوه بتاعتي هعمل بيها ايه؟ دعوتها عباره عن ايه؟ زمانها ومكانها فين؟ النقطه الاهم بقى في نموذج الدعوه بتاعي يا ولاد، الحدث بتاعي عباره عن ايه؟ الدعوه دي عباره عن ايه؟ حفل تخرج، عيد ميلاد، فسحه، رحله تبع المدرسه، زيارة من الزيارات. لازم تحددي لي الحدث بتاع الرحلة بتاعي عبارة عن ايه؟ واخر حاجة خالص لازم تعرفيني التوقيع بتاع الدعوة بتاعي جاي من مين؟ مين اللي كاتب الدعوة؟ إدارة مدرسية، واحدة صاحبتي، أختي، مامتي بعتلي دعوة، كاتبالي كارت، أنا كاتبة كارت لمامتي عشان عيد ميلادها. طيب يلا بينا نشوف نموذج الدعوة بتاعي النهاردة بيتكلم عن ايه؟ ونفتت ونفصل زي ما متعودين ونفهم مع بعض نموذج الدعوه شكله ايه. يسر اداره المدرسه، يبقى انا دلوقتي اول حاجه هاخد بالي منها الدعوه بتاعتي مربوطه لي من مين؟ من اداره المدرسه، كويس قوي. دعوتكم لحضور حفله نهايه العام الدراسي، اقف هنا ثانيه واحده. ميس رضوى، حفله نهايه العام الدراسي ده اسمه ايه؟ ده اسم الحدث. الحفلة بتاعتي عبارة عن ايه؟ معمولة؟ هحضر ايه؟ طيب الحفلة بتاعتي امتى؟ نكمل يوم السبت الموافق 10/5/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحا على مسرح المدرسة. تتضمن الحفلة الكثير من الأنشطة التي ستنال إعجابكم، حيث توجد أغاني ومسرحيات وعروض، مع تمنياتنا بقضاء وقت ممتع إدارة المدرسة. عظيم جدا. أسأل نفسي سؤال، نموذج الدعوة بتاعي ده يا ولاد فين المقدمة بتاعته؟ برافو عليكم، اللي هو يسر إدارة المدرسة دعوة حضراتكم لحضور حفلة. يبقى الدعوة أول جزء فيها إن إدارة المدرسة بتبعت لحضراتكم إن إحنا عندنا حفلة. طيب عظيم جدا، الحفله دي الحدث بتاعها ايه؟ الحفله دي لايه؟ دي عشان نهايه العام الدراسي ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وننجح كلنا ونتخرج كلنا ونحتفل ان احنا نجحنا ورايحين مرحله انتقاليه جديده. طيب الحفله بتاعتي دي قضيتي امتى؟ يوم السبت، يبقى الزمان بتاعي يوم السبت. امتى بقى السبت؟ التاريخ بتاعي امتى؟ الحفلة بتاعتي هتبتدي 10/5/2020، الساعة كام؟ في تمام الساعة العاشرة صباحا. طيب ده الزمان، فين المكان؟ على مسرح المدرسة. طيب الحفلة بتاعتي دي أحداثها ايه؟ هتشمل ايه؟ جواها ايه الحفلة بتاعتي دي؟ هو ده لما يقولوا لي روحي حفلة أروح كده وأنا مش عارفة أنا رايحة فين؟ لا، لازم تعرفني البروجرام بتاع الحفله بتاعي ده عباره عن ايه؟ ايه العروض؟ فاكرين العروض بتاعت السيرك؟ فاكرين درس السيرك يا ولاد لما الولاد راحوا السيرك مش كان عندهم عروض؟ لما قالوا احنا هنحضر عرض الساحر وعرض الممرض وعرض الحيوانات، انا عندي بروجرام انا ماشي عليه، عندي نظام انا ماشي عليه.
تشمل ايه يا ولاد؟ فيها انشطه كتير، ايه هي الانشطه دي؟ اول حاجه فيها اغاني، هنشغل شويه اغاني وننبسط كلنا. تاني حاجه فيها مسرحيات، هنحضر سكتشات، ممكن يكون محتوى المسرحيه تبقى محتوى ديني، محتوى ترفيهي، هنحكي حدوته، هنتعلم خلق جديد، حاجه جديده هنستفيد منها. وممكن يكون كمان محتوى الحفله بتاعي فيه كمان عروض. ايه العروض بتاعتي دي بقى؟ جايبين ايه؟ ممكن يكون عرض الساحر، عرض المطرب مثلا هيجي يغني بتاع في الحفله بتاعتنا، هيحلنا الحفله، على حسب العرض بتاعي متقسم ازاي. طيب مع تمنياتنا بقضاء وقت ممتع اداره المدرسه، اسال نفسي سؤال مهم جدا، التوقيع بتاع الدعوه بتاعي مبعوت من مين؟ مين اللي بعت التوقيع ده؟ ممتازين، انا شايفه في ناس بتتفاعل معايا. إدارة المدرسة، المدرسة بتاعتي هي اللي بعت الدعوة دي، أنا ممكن على فكرة أستغنى عن المدرسة، ممكن تكون الدعوة دي حفلة عيد ميلاد ولا حاجة، ساعتها هيكون التوقيع من مين؟ من صاحبتي، من مامة صاحبتي، من أخت صاحبتي، من صاحبتي نفسها، مني أنا لصاحبتي لو أنا اللي عاملة عيد ميلاد وعايزاها تيجي تحضر الحفلة بتاعتي. فبالتالي يا ولاد الجزء بتاع التوقيع ده مهم جدا جدا جدا. يبقى انا دلوقتي مطلوب منك اعمل لي نموذج دعوه مثلا بتتكلم فيه زي النموذج بتاعنا ده عن حفله للمدرسه، يبقى لازم اكون عارفه القاعده بتاعتي ماشيه ازاي او الخطوات بتاعه كتابه الدعوه بتمشي ازاي. اول حاجه بعملها المقدمه، عرفت ان هي من اداره المدرسه، كويس قوي. الزمان والمكان، انا عرفت ان هي على مسرح المدرسه يوم السبت 10:05 الساعة 10 صباحا. ومحتويات الحفلة بتاعتي، الأحداث بتاعت الحفلة بتاعتي ماشية ازاي؟ تشمل ايه الحفلة بتاعتي؟ فيها أغاني، فيها مسرحيات، وفيها كمان عروض. وفي الآخر خالص أهم في جزئية عندي، لازم تعرفني الحفلة بتاعتي دي ممضية أو عليها التوقيع بتاعها من مين؟ طب يلا بينا نروح مع بعض نبص على عناصر كتابة الدعوة. قلنا العناصر بتاعتنا المقدمة، الزمان، المكان، الحدث، الخاتمة، التوقيع. خلاص أنا بالنسبة لي الست عناصر دول عناصر أساسية هطلعهم من نموذج الدعوة بتاعي. طب يلا بينا نحاول نفكر مع بعض ونبتدي نطلع مع بعض المطلوب من عناصر كتابة الدعوة. أول حاجة هو بيقول لي المقدمة، إحنا لسه قايلينها دلوقتي حالا، المقدمة بتاعتي يسر إدارة المدرسة دعوة حضراتكم لحضور حفلة، يبقى هي دي المقدمة، هكتب كده يسر إدارة المدرسة دعوتكم لحضور حفلة نهاية العام الدراسي. طيب ادي المقدمة بتاعتي. طيب الزمان، هو قال لي الوقت بتاع الحفلة امتى؟ يلا بينا نفتش ونفصص في الزمن بتاع الدعوة بتاعي. قال لي ايه؟ يوم السبت الموافق 10/5/2020. بس كده؟ لا، في تمام الساعة 10 صباحا. يبقى انا الوقت بتاعي امتى يا ولاد؟ هو قال لي دلوقتي ثلاث حاجات، قال لي يوم السبت، قال لي في تمام الساعة 10 يوم 10/5/2020 العاشرة صباحا، يبقى هو كده فصل لي الزمن بتاع الدعوة بتاعي امتى؟ طيب عايز اعرف المكان فين؟ يلا بينا نرجع لنموذج الدعوة، يلا بينا ندور ندور ندور، ممتازين برافو عليكم. قال لي المكان مسرح المدرسة، يبقى انا هاجي عند المكان اكتب مسرح المدرسة. طيب الراجل هنا بيقول لي عايز ايه كمان؟ ده عايز الحدث. بيستردوا فاهميني كده، انت لسه قايله حالا يعني ايه الحدث؟ الحفله بتاعتي تتضمن ايه؟ عباره عن ايه الحفله بتاعتي؟ ها؟ برافو عليكم، دي دعوه لحفله نهايه ايه؟ العام الدراسي. الله يفتح عليك. كويس. طيب ها؟ ايه الخاتمه بتاعتي؟ هما جم في الاخر قالوا في الخاتمه ايه؟ بها الكثير من الأنشطة التي ستنال إعجابكم، حيث يلا بينا بقى توجد أغاني ومسرحيات وعروض. الخاتمة إيه بقى؟ مع تمنياتنا بقضاء وقت ممتع. الخاتمة بتاعتي تشمل إيه يا ولاد؟ تشمل العروض والمسرحيات بتاعة البروجرام الدعوة بتاعتي، وفيها كمان خالص التمنيات إن إحنا هنقضي وقت ممتع
فين الدعوه بتاعتنا او الحفله بتاعتنا. انا بالنسبه لي يا ولاد ده اهم حاجه. التوقيع، التوقيع جاي من مين؟ جاي من مين؟ جاي من اداره، جاي من اداره المدرسه. انا دلوقتي النهارده استفدت بمعلومه جديده، اتعلمت ازاي اعمل عناصر لكتابه الدعوه بتاعتي. طب يلا بينا ناخد مثال تاني، يلا بينا ناخد مثال تاني يفهمنا اكتر نموذج كتابه الدعوه بيتم ازاي. بيقول ايه؟ سنشترك انا وزملائي في عرض العلوم الذي ستقيمه المدرسه يوم الاحد 3/5/2020 في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة العرض المدرسي، ونريد أن نرسل دعوة لحضور الحفلة. جميل جدا، عايزة أعمل دعوة عشان أحضر بيها العرض بتاع المدرسة بتاعي. أول حاجة هعملها، محتاجة أعمل إيه يا ولاد؟ برافو عليكم، محتاجة أشوف المقدمة بتاعتي عبارة عن إيه؟ بتتكلم عن ايه؟ المقدمة بتاعتي أول حاجة هنقول ايه؟ مين اللي عامل لي الحفلة؟ المدرسة هي اللي هتعمل لي الدعوة، يبقى أنا أول حاجة هقولها ها تسر إدارة المدرسة دعوة حضراتكم للحضور. أنا رايحة أحضر ايه؟ أنا هحضر عرض العلوم، يبقى أنا أول حاجة عرفتها في الدعوة بتاعتي إن أنا بعمل دعوة بعرض فيها معرض العلوم بتاعي. ممكن يكون بقى احنا جايبين مثلا مجسمات، جايبين مثلا تجارب، عايزين نوري حبايبنا ونوري زمايلنا معرض العلوم هينفذها ازاي. طب مس رضوى طلعي لي الزمان والمكان. الزمان بتاعي قال لي ايه؟ قال لي يوم الاحد الموافق 3/5. ادي اول معلومه في الزمان، بس كده؟ لا الا طب ايه كمان؟ الحفله بتاعتي هتبتدي الساعه 10 صباحا. أنا كده عرفت الزمان بتاعي، طب مس رضوى المكان فين؟ بقاعة العرض المدرسي، يبقى أنت كده عرفت المكان، المكان بتاع عرض العلوم موجود فين؟ فين يا؟ موجود في المدرسة. طيب الخاتمة بتاعتي أو النهاية بتاعتي يا ولاد هقول إيه؟ قبل ما أقول الخاتمة يلا بينا نشوف الأحداث بتاعك، الدعوة بتاعتك هتمشي إزاي؟ ممكن أقول لهم إن معرض العلوم ده هيتضمن ان احنا هنقدم مثلا فقرات ليها علاقه بالتجارب العلميه اللي احنا خدناها على مدار السنه. ممكن كمان نقول ان هي تشمل مثلا ايه؟ كل الحاجات العلميه اللي احنا درسناها او كل التجارب اللي احنا جربناها على مدار الترم، وابتدي اقوم اعرض الحاجات بتاعتي دي خلال العرض بتاعي. وفي الاخر خالص يا ولاد اقول ان انا هختمها بايه؟ بايه؟ بان انا هتمنى ان الدعوة دي تنول اعجاب الناس اللي بيتفرجوا عليها. وفي الاخر خالص هحط هنا ايه؟ هحط هنا التوقيع. طيب اسال نفسي سؤال، انت قلتي معرض علوم وقلتي مكانها في المدرسة وقلتي ان هي بقاعة العرض المدرسي، ممكن تكون المدرسة فيها قاعة عرض فيها فصل حجمه كبير شوية، هبتدي اعرف ان هو ده المكان بتاعي. طيب مكان مدرسة وعرض مدرسي وعرض علوم، يبقى التوقيع بتاعي يا ولاد هيكون جاي من مين؟ الله يفتح عليكم، هيكون جاي من إدارة المدرسة. برافو عليكم. ممكن مثلا لو الإدارة حابة تحط الإمضة بتاعتها في التوقيع علشان نطبع الدعوة بتاعتنا يكون الموضوع أفضل. يبقى احنا النهاردة يا ولاد استفدنا وخدنا معلومة جديدة مهمة جدا، هي كتابة الدعوة بتاعتي تكون فيها ست عناصر مهمة جدا: المقدمة، الزمان، المكان، الحدث بتاعي عبارة عن ايه، الخاتمة بتاعتي قفلت الدعوة بتاعتي بايه، واخر حاجة تحطي لي التوقيع اللي ليه علاقة بنموذج الدعوة. إذا كان الدعوة بتاعتي دي دعوة مدرسية، إذا كانت دعوة مدرسية أو مثلا عيد ميلاد أو مثلا أي مكان أو حفل زفاف حد مثلا هيتزوج، او اذا كان على حسب الدعوه بتاعتي تشمل ايه من الاحداث المختلفه. وكده حبايب قلبي نكون خلصنا منهجنا، يا رب نكون استفدنا، يا رب نكون خدنا معلومه جديده وعجبكم الفيديو. ربنا يبارك فيكم جميعا يا حبايب قلبي، والاقيكم مره ثانيه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.